افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري النفق الواقع أسفل طريق وصلة الدوحة، والذي يصل طريق جمال عبد الناصر بمدينة جابر الأحمد، حسب ما أعلن مدير عام الهيئة أحمد الحسان، والذي أوضح أيضا أن افتتاح النفق يأتي ضمن مشروع إنشاء وصيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة جابر الأحمد السكنية. النفق الواصل من امتداد الشارع جمال عبد الناصر ناحية مدينة جابر الأحمد، وهذا يمثل تقاطع IC14، ولله الحمد تم إنجازه وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور لافتتاح هذا النفق، وهو بطول حوالي كيلو ونص، مع طول النفق اللي تحت مستوى الأرض حوالي نص كيلو، وبحارتين لكل اتجاه بالإضافة إلى حارة الأمان، وهذا يعتبر من المراحل الرئيسية التي يتم افتتاحها ضمن أعمال العقد الخاص في تطوير المناطق المداخل والمخارج الرئيسية لمدينة جابر الأحمد، وأيضا تطوير جزء من طريق الجهرة وعلاقته بمداخل سعد العبدالله ومدينة الجهراء.